هناك تصريحات لعمدة كييف لسي ان ان يقول فيها ان قواتهم دمرت خطة بوتين او روسيا التي كانت تتمحور حول تطويق العاصمة كييف منذ 10 أيام على امل اسقاط هذه العاصمة. هل باعتقادك هذه الخطة قد فشلت حتى اللحظة اللي نقول؟ يعني هي حتى هذه اللحظة طبعا الخطة الروسية حتى هذه اللحظة هي متعسرة حقيقة، يعني هذا واقع الأمر. إذا ما استمر، يعني إذا استطاعت القوات المهاجمة إحكام الطوق على العاصمة فمسألة السقوط مسألة وقت. أما موضوع إذا استمرت يعني القوات المدافعة أوجدت دائما خط للدعم اللوجستي ودعم بالأسلحة والذخائر وغيرها، فأعتقد أن صمودها سوف يطول أمده، وسوف هذا الموضوع يعزز الحالة المعنوية والصمود للقوات المدافعة، لأنه في حال التطويق الكامل سوف تتأثر نفسيات القوات المدافعة بشكل كبير، فضلا عن أنه يعني سوف يحرمون من الأسلحة والذخائر، يعني ستنضب بحوزتهم، سوف ينضب يعني حقيقة، وسوف يتم استنزافهم بهذه الطريقة. ولكن الموضوع حقيقة كما أسلفت، يعني لن يكون اليوم أو غدا ولا حتى خلال أسابيع إذا بقي الشريان مفتوح باتجاه العاصمة.